تخلى محمد صلاح عن منتخب مصر في ظروف صعبة بحجة تلقي العلاج في إنجلترا بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية. لكن ماذا عن المغربي نصير مزراوي المتواجد مع أسود الأطلس رغم الإصابة ورغم كونه أحد نجوم عملاق ألمانيا بايرن ميونخ؟ منذ بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والجميع يتعجب من المستوى الهزيل الذي يظهر عليه محمد صلاح قائد ونجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، مستويات متواضعة وصلت حد أن صلاح لا يمكنه أن يقوم بتمريرة صحيحة على مدار مباراة كاملة. لكن هذا الوضع استمر في التصاعد حتى بلغ الذروة ووصل للانفجار. محمد صلاح رحل عن معسكر المنتخب المصري في الوقت الحاسم، والغريب أن الأمر لم يعلن إلا بعد كشفه من جانب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعد إعلان كلوب عودة محمد صلاح إلى إنجلترا وأنه سيعود للمنتخب المصري حال وصوله إلى المباراة النهائية. خرج الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان يؤكد بالفعل خروج صلاح نحو إنجلترا. اتحاد الكرة في بيانه أكد أن صلاح سينضم لمعسكر المنتخب الوطني في حال نجح في الوصول إلى نصف نهائي البطولة بعكس ما قاله يورجن كلوب. ولكن هل سيكون ذلك ممكناً بالفعل؟ الحقيقة أن خروج صلاح للعلاج في إنجلترا الباردة في هذا الشتاء ثم العودة من جديد إلى كوتيفوار الحارة تماماً لخوض المباراة النهائية سيكون أمراً مستحيل. لكن الانتقادات طالت محمد صلاح واتحاد الكرة منذ إصدار هذا البيان، خصوصاً وأنه موقف غير مسبوق وغير مبرر مع بساطة الإصابة التي يعاني منها محمد صلاح ووجود الجهاز الطبي المصري مع البعثة. التقارير أكدت أن يورجن كلوب كان السبب وراء هذه الخطوة وأنه اتفق مع اتحاد الكرة على الإعلان عن مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب المصري بعد مباراة الرأس الأخضر. لكن كلوب أخلى بهذا الاتفاق وخرج مستعجلاً الإعلان عن عودة محمد صلاح إلى إنجلترا، وهو ما تسبب في مفاجأة للجماهير، خصوصاً وأن من أعلن عن الأمر ليس الاتحاد المصري. كل هذه الأمور تؤكد على أن المنتخب المصري يعاني من حالة انهيار كبيرة، وأن كل ما تبقى هو أطلال منتخب كبير هو الذي توج بسبعة ألقاب سابقة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. على الجانب الآخر، فالمنتخب المغربي يضم بين صفوفه لاعباً مصاباً بالفعل، وهو ليس لاعباً محلياً مثلاً، إنه نصير مزراوي نجم بايرن ميونخ الألماني. فلماذا لم يعد مزراوي إلى بافاريا للعلاج؟ المسألة لا تتعلق فقط بأن مزراوي يتواجد مع المنتخب المغربي رغم إصابته، فبايرن ميونخ بعدما حدث مع صلاح طالب بعودة مزراوي لتلقي العلاج في ألمانيا، إلا أن النجم المغربي رفض هذا الطلب وأصر على البقاء مع منتخب بلاده. الصرامة والالتزام من اللاعبين المغاربة والجامعة المغربية كانت السر وراء الوصول إلى الإنجاز التاريخي في المونديال، وهذا التراخي وحالة التخبط في إدارة الكرة المصرية كانت نتيجتها الحتمية منتخب يسقط أمام كل كبير وصغير في القارة السمراء.